اول حاجه طبعا هكون محتاجه كوسه تكون متقوره، تمام، وعندي لحمه مفرومه معاكي يا ايمن، بصل مفروم، وعندي كمان فلفل مفروم وثوم مفروم وملح وفلفل وبهارات لحمه وسماق وواحد كوبايه زبادي وطحينه كمان زيهم طحينه وميه ومكعب مرقه. تمام، دي كده المقادير بتاعت الكفته. عايزه الفلفل المفروم يا اسلام، واديني كبه لو سمحت. اول حاجه كده ايه، هنبدا ان احنا ننعم اللحمه المفرومه مع البصل مع الفلفل، هنعمهم كده، وبعد كده هبدا ان انا احشي بيهم الكوسه. الكوسه طبعا متقوره بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام، البس بس الجلافز كده عشان نبدا نشتغل. تعالوا اول حاجه هوريكوا الكوسه كده هي متقوره. هتبداوا بقى ايه، ممكن تشرطوها كده من بره، او لو حابين تسيبوها زي ما انتوا حابين مفيش مشكله خالص، لحد ما نجيب الكبه ونبدا نعمل الخلطه بتاعت او الخليط بتاع اللحمه المفرومه بتاعي. هبدا ان انا يعني ايه اخليه زي الكفته كده شويه، وهجيب سكينه كده. بصوا ممكن تعملوا اشكال بسيطه كده في الكوسه بالشكل ده، بحيث يعني ايه تبقى شكلها لطيف اهي. تمام، تبداوا كده تشرطوها تشريطه خفيفه. كبه يلا اسلام بعد اذنك، والفلفل مش مهم الفلفل يبقى مفروم، اديهولي انا هفرمه في الكبه. مدام زيزي صباح الفل. صباح الجمال عليكي. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الله عليكي. الله اكبر. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي. ربنا يخلصك يا حبيبتي يا رب. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي. عايزه اقول لك الفراخ تحفه تحفه مبارك. الايه قولي لي، جربتي ايه؟ الفراخ اللي هي بالبصل والفلفل المفروم. الف هنا حبيبتي، الف هنا. اول مره تحفه تحفه تحفه. الف هنا، الصوص بتاعها بيبقى جميل فعلا. ايديكي تسلم ايديكي تسلم ايديكي بجد بجد بجد. تسلمي حبيبتي. عجبت كل ولاد اخواتي هنا وكلهم جميله. ألف هنا حبيبة قلبي والله، ألف هنا. حاجة بتعمليها جميلة. تسلمي لي، تسلمي لي والله. أنت جميلة، أنت حد. الله يخليكي والله، ده عينيك كل حلوة والله. سمية الرقية اللي فيكي ربنا يحفظك يا بنتي. الله يخليكي حبيبة قلبي، قولي لي عاملة إفطار إيه النهاردة؟ أنا معزومة النهاردة بره بقى. ماشي، أجازة يعني النهاردة. مش عارفة يعزموني فين بره، بس هاكل فين؟ أجازة يعني النهاردة، أخدة أجازة النهاردة من بره. أيوه. حبيبتي ربنا يديك الصحه يا رب. النهارده الكوسه هعملها لهم بكره باذن الله معاكي. الطحينه دي جديده دي. هنعملها بصوص الطحينه والزبادي، هنعملها بطريقه مختلفه شويه عن المحشي اللي احنا متعودين عليه. ايوه هجربها بكره ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله. ان شاء الله يا روحي. صباحك زي الفل. تحياتي للصف كله والمجموعه كلها. تسلمي حبيبه قلبي، تسلمي لي. شكرا يا حبيبتي. بصوا اهو ببدا ان انا ايه اديها تشريطه خفيفه كده عشان اجهزها. تمام، وفي الكبه هبدا ان انا افرم الفلفل مع البصل مع اللحمه. شكرا اهو احنا كده خلصنا خلاص الكوسه. نبدا بقى ايه نفرم الفلفل مع البصل اهو، بديله فرمه كده مع بعض. وبعدين احط اللحمه المفرومه اهو، نعمها برده كده خالص مع شويه بهار، احط شويه بهار واحط شويه ملح وشويه فلفل اسود اهو كده بالشكل ده كده. وهنبدا ان احنا نفرم كل الكلام ده مع بعض مع البصل والفلفل والكلام ده كله. بصوا هفصل كده، هجيب بس اللي على الجناب ده، اتاكد ان كله كده بيختلط مع بعض، وابدا اشغل تاني. مجرد ما هيلم كله مع بعض هيبقى كوره كده واحده، يبقى كده خلاص اختلط تاني.
كده تمام قوي. ام اسماء صباح الفل. صباح الفل حبيبتي، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو دايما يا رب حبيبتي. انا معاكي يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله والله كله زي الفل حبيبتي، والله كله جميل. وحشتينا جدا. الله عامله ايه يا حبيبتي؟ تمام. عايزه اقول لك بقى، بصي الترتيب وبصي والنظافه وكل الله حاجه يخليك. فيكي تسلمي بحبها جدا. تسلمي والله، ربنا يخليك. عايزه اقول لك ان حبيبتي مفيش عك في المواضيع، كل حاجه كده انت بتعمليها بترتيب وبتطلع في وقتها. يعني انا تسلمي. عايزه اشكرك على ترتيبك وعلى الحلاوه اللي انا الله بشوفها دي. يخليكي حبيبتي، الله يخليكي ربنا والله. يخليكي يا تسلمي لي حبيبتي، حبيبتي، وبسلم على كل قصه البرنامج. بس الله عايزه اسال يخليكي. حضرتك سؤال بس. اتفضلي. انا معاكي، الو، انا معاكي، سامعاكي. بقول لحضرتك يا شيف، عايزه قوليلي. اعرف طريقه الكنافه بالقشطه، حاضر. وهل القشطه فعلا اللي بتتعمل بتبقى باللبن والنشا دي هي بتطلع، هي فعلا القشطه دي اللي بتبقى في الكنافه؟ بالظبط كده، تحفه، بتطلع تحفه، استحاله هتعرفي ان دي احنا عملناها على فكره في حلقه، وهقول لك على طريقتها تاني. استحاله هتعرفي ماشي ان دي مش حضرتك، قشطه، قوليلي تحفه. طريقتها. هقول لك مكوناتها وهقول لك تعمليها ازاي، وبعمل ماشي بيها حضرتك. الجلاش وبعمل بيها الكنافه، يعني المقادير بتاعت القشطه الكدابه دي بصي من المقادير الممتازه واقتصاديه جدا بشويه نشا ودقيقه، هقول لك مقاديرها بالظبط. حاضر يا حبيبتي، تسلمي. هحشي بقى كل الكوسه اللي عندي بالشكل ده كده من الخليط بتاع الكفته اللي احنا عملناه اهو، احشيه كده كله بالشكل ده. واحنا بنحشي كده تعالوا نرد على القشطه. عندك القشطه هتجيبي كوبايتين من اللبن، ويفضل يبقوا كاملين الدسم كده، يعني لبن، لو لبن جاموسي او حاجه اللي انتوا بتعملوا بيه يعني الرز البرام او الكلام ده بيبقى حلو قوي، كل ما يبقى يعني اللبن دسم هيديكي نتيجه حلوه. فهاتي كده لبن حلو يبقى كامل الدسم، وخدي منه كوبايتين. الكوبايتين دول هتقلبي على البارد فيهم معلقتين من النشا، معلقتين من الدقيق، وشويه فانيليا، وهتقومي مقلباهم كده على البارد خالص لحد ما كلهم يختلطوا مع بعض قبل ما تحطيهم على النار. وبعد كده ترفعيهم على النار تقليب مستمر 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 لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه بتاع القشطه، او القوام يتقل يعني ويبقى مظبوط معاكي. في الاخر خالص قبل ما برفعها بقوم حاطه معلقه سمنه كده حلوه، او معلقه زبده، ودي اختياريه بس بتدي طعم حلو قوي. وبعد كده ببدا ان انا احشي بيها كل حاجه.